حسين، وزارة الدفاع الروسية كشفت حصيلة الجيش الروسي في إطار العملية العسكرية الخاصة خلال 24 ساعة الماضية. القوات الروسية قالت بأنها حيدت أكثر من 735 عسكري أوكراني، أغلبهم كانوا في محور كراسني ليمان وجنوب دانيتسك، بالإضافة أيضا إلى تدمير مقاتلة أوكرانية من طراز سو 25 وتدمير 26 طائرة مسيرة قامت من خلالها القوات الأوكرانية بشن هجمات وغارات جوية، وصفتها روسيا بالأعمال التخريبية والإرهابية التي بات يلجأ إليها نظام كييف بعد فشله في الهجوم المضاد وعدم تحقيقه أي تقدم في خط الجبهة، خاصة ما تعلق بمحور باخموت وجنوب دانيتسك ومحور كراسني ليمان. الدفاع الروسية في بياناتها أشارت أيضا إلى اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ التي أطلقتها القوات الأوكرانية. هذه الصواريخ من طراز هايمرس حاولت من خلالها القوات الأوكرانية استهداف الجيش الروسي. الدفاع الروسي أفادت أيضا بأنها في إطار استهداف مخازن سلاح والوقود ومراكز تجميع وتصنيع الطائرات المسيرة قامت باستهداف بعض المراكز في موانئ أوديسا التي كانت تستعملها القوات الأوكرانية في إنتاج الطائرات المسيرة والزوارق المسيرة التي عادة ما تستعملها القوات الأوكرانية في شن هجمات تستهدف من خلالها البنى التحتية المدنية لروسيا الاتحادية. الجيش الروسي أيضا حسين أفاد بأنه تمكن من إحباط عمل تخريبي وإرهابي لمجموعة تخريبية أوكرانية حسب الوصف الروسي أرادت اختراق الحدود الروسية في مقاطعة بريانسك والقيام بأعمال إرهابية وتخريبية على الأراضي الروسية. البيان الذي نشر من طرف وزارة الدفاع الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي أفاد بإحباط هذه العملية وتصفية كل أفراد هذه المجموعة التي وصفت بالمجموعة التخريبية الأوكرانية. طيب يوسف، هذه هي الرواية الروسية، ولكن دعنا نذهب إلى كييف لنتعرف على الرواية الأوكرانية في الناحية الأخرى مع معتصم عابد مراسل الغد. معتصم، إليك. نعم حسين، الرواية الأوكرانية قبل قليل أعلنت عن استهداف عدد من المدرعات الروسية من طراز بي ام بي في المنطقة الواقعة في محيط مدينة أندريفكا القريبة من باخموت وكليشيفكا في غربي دانيتسك. السيسي قائد القوات البرية أعلن ونشر مقطع فيديو يظهر استهداف القوات الأوكرانية لعدد من المدرعات في محيط بلدة أندريفكا. هذه البلدة التي تحاول القوات الأوكرانية السيطرة عليها من أجل تطويق مدينة باخموت بشكل كامل وأحكام السيطرة على العمق أو عمق مدينة باخموت، حسب ما صرح سيرهي شيريفاتي المتحدث باسم العمليات الشرقية قبل شهر، وأكد بأن القوات الأوكرانية تعمد على تطويق ومحاصرة مدينة باخموت من كافة الأطراف، وتحديدا تتحدث القوات الأوكرانية عن تقدم أيضا في مدينة كليشيفكا بعد الإعلان عن تحرير قرية صغيرة في غربي دونيتسك، وهي يعني تعتبر قرية قريبة من مدينة أو بلدة ستارا مايورسكي في دونيتسك. بالحديث عن مدينة أوديسا، الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 13 مسيرة إيرانية الصنع من أصل 16، استهدفت موانئ ومخازن الحبوب على نهر الدانوب في مدينة أوديسا جنوبي البلاد. نتيجة هذا الاستهداف اندلع حريق في المخازن سرعان ما سيطرت عليه رجال الإنقاذ والإطفاء في المدينة. هذه العمليات المتسارعة تأتي بعدما كشف رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك عن العملية النوعية التي قام بها جهاز المخابرات الأوكراني في شهر يوليو الماضي، ونتج عنه استهداف جسر كيريتش الرابط بين الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم، وأيضا
استهداف الناقلة الروسية SIG في البحر الأسود، والذي يؤكد مليوك بأن هذا عمل خالص تابع لجهاز الأمن الأوكراني، لم تتدخل فيه أي قوة أو شركاء غربيين، وأنه يتم صناعة هذه الزوارق البحرية المسيرة والتي تسميها أو يسميها جهاز الأمن الأوكراني بسي بيبي، والتي قادرة على حمل 850 كيلو مترا من الرؤوس المتفجرة والتي سيستخدمها. وكما أكد مليوك بأن جهاز الأمن الأوكراني سيخدمها في عمليات نوعية أخرى في البحر الأسود في تهديد مباشر وواضح لروسيا، وأن على الجانب الروسي انتظار المزيد من المفاجآت خصوصا في البحر الأسود والمزيد من هذه العمليات. وأكد بأن هذه العمليات تتم في إطار التشريعات والقوانين الأوكرانية وتحت طائلة القانون الدولي بشكل عام. أيضا كان هناك تصريح لافت لنائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيرتشوك، والتي أكدت بأن الحرب ربما ستطول، وأنه على أوكرانيا والشعب الأوكراني قيادة ومواطنين بأن يستعدوا لحرب طويلة، وأن الحرب الروسية الأوكرانية لن تنتهي حتى مع نهاية العام الحالي ولا حتى في شهر أو الأشهر الأولى من العام المقبل. شكراً. قبل عملية تحقيق النصر التي يعني يتوقعها ويعمل لأجلها الجانب الأوكراني. معتصم عبد مراسل الغد كان معنا من العاصمة كييف، شكرا جزيلا لك معتصم، والشكر أيضا للزميل يوسف بيجار مراسل الغد كان معنا من العاصمة موسكو، شكرا لك يوسف.